بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من باب الصوم من كتاب أسهل المسالك. وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع، وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع. نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما اشتاك أو تمضمض. نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما اشتاك أو تمضمض. والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب. والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب. أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما. أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما. ولا قضى بغالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني. ولا قضى في غالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني. ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. ولا ذباب غبرة الطريق وصانع الجبس أو الدقيق. وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع. نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمض. والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب. أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسم. ولا قضى في غالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني. ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وترك إخراج المني الداعي والمني والمذي أو الجماع. كذلك أيضا يشترط في صحة الصوم أن يترك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إخراج المني الداعي، معناها الداعي للشهوة، معناها أي داع للمني من قبلة أو لمس أو فكر يردده فإنه يحرم عليه ذلك. فإذا خرج المني كفر إن كان عادته أن يخرج منه المني باللمس أو القبلة، فإن لم تكن عادة كذلك وجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. إخراج المني الداعي والمذي، وكذلك أيضا المذي، وكذلك القيء أيضا الاستقاء، معناه يستقي ويقي، معناه يحاول القيء ويقي، يعني يستقي ويقي، معناه يحاول القيء ويخرج منه القيء، هذا أيضا مبطل للصوم. كذلك الجماع في النهار كذلك مبطل وعليه الكفارة كما سيأتي أيضا. نعم. نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. من فعل هذا ناسيا أكل أو شرب أو إخراج المني ناسيا أو الاستيقاء ناسيا أو إخراج المني يوجب القضاء دون الكفارة. نسيان ذا في الفرض خاصة لا في النفل فإنه يجب عليه القضاء فقط إذا تعمد ذلك نفل القضاء. كالسبق مما استاك أو تمضمض. كذلك من استاك فعل السواك وغلبه شيء من السواك اليابس السواك العود هذا ودخل إلى حلقه أو وصل إلى معدته فإنه يجب عليه القضاء. وكذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا غلبته مضمضته إلى وصل إلى حلقه ما من مضمضته أو استنشاقه فإنه يجب عليه القضاء. ولذلك يندب
للصائم أن يحتاط أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، أما المفطر فيندب له ذلك على غير الصائم. نعم. والشك في الفجر كذلك أيضا، والشك في الفجر كذلك، من أفطر من سحر وهو شاك في الفجر، من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر، فإنه يبطل صومه إلا إذا اتضح له بعد ذلك أنه سحر في الليل فقد فعل حراما، وذلك لا يبطل صومه. وكذلك من شك في الغروب وأفطر فإنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا تبين له بعد ذلك أنه أفطر بعد الغروب، فينظر إلى الموجود. وهذه قاعدة يقولها، وهل إلى موجود ومقصود نظره كناكح وعيد ومفطر وغير ذلك، أن إلى المقصود هنا أو إلى الحقيقة. فأحيانا العلماء ينظرون إلى أحد شطري القاعدة ويشهرونه بحسب النقل، أو ابتلاع البلغم المغلوب، كذلك لو غلبه بلغم وخرج إلى فمه بلغم وما يسمى بالنخامة، وهذا ما يخرج من الصدر وينزل من الرأس، فإذا وصل إلى مكان طرحه وبعد ذلك ابتلعه عمدا أو نسيانا كما قال هو، فإنه يجب عليه القضاء، ولكن المشهور أنه مكروه فقط عمده، أما أنه لا يضر، أنه كالريق. أما الريق فلا يضر مطلقا، ولو اجتمع كثير منه، إلا أنه يندب إذا اجتمع منه كثير أن يفسقه عنه. نعم. وعامد في النفل، من تعمد هذا في النفل، من تعمد الفطرة بدون أي مرض بدون أي داع في النافلة فيجب عليه القضاء، ما إذا كان ناسيا فلا يجب عليه القضاء. ولو عليه بالطلاق أقسم، ولو أقسم عليه أي شخص بالطلاق أقسم عليه، قال زوجتي طالق إن لم تفطر، أو علي بالطلاق إن لم تفطر، علي الطلاق إن لم تفطر، هذا إذا لم يكن شيخه أو أحد والديه، أو إذا لم يكن شيخه أو أحد والديه فعل ذلك شفقة به فلا يجوز له الفطر، وإذا أفطر يجب عليه القضاء. أما إذا كان أحد والديه كما قال خليل الله لوالد أو شيخ، فإنه يمكنه أن يفطر إذا فعل ذلك شفقة به. ولو عليه بالطلاق، ولو أقسم عليه شخص بالطلاق، لكن إذا أفطر يجب عليه القضاء، وذلك الشخص لا يلزمه الطلاق إلا أنه لا يجوز له. ولا قضاء في غالب من مذي أو مني، لا قضاء في الأشياء التي تخرج بدون لذة معتادة من المني أو المذي، أو رأى حلما في النوم فخرج منه مني أو مذي، فلا هذا لا قضاء فيه، أو خرج بدون لذة معتادة كحك شرب أو دخول في ماء حار أو بارد، فذلك لا يلزم منه أي قضاء ولا بطلان صوم. غضب غالب من مذي أو مني. وكذلك أيضا غضب في غالب من مني أو مذي أو قيء. كذلك من تقيأ غلبة ولم يرد إلى لم يرجع إلى حقه شيء من القيء بعد أن وصل إلى فمه فلا شيء عليه في ذلك، وإذا رجع نسيانا فإنه يجب عليه القضاء وإن كان عمدا كفر أو قيء أو مني. كذلك أو من بلغم، كذلك من غلبه البلغم من رجع بدون قصد فإنه لا يضر، وقد تقدم أن بلعه عمدا مكروه على الصحيح خلاف لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ولا ذباب، ولا قضاء في ذباب غلبه من دخل في فمه بدون اختيار ووصل إلى حلقه، وكذلك غبار الطريق إذا احتاط بأن كان يتلثم بأن يغطي أنفه في الطريق والرياح تشتد
فإذا دخل غبار في خياشمه حتى وصل إلى حلق يوم من فمه فلا يضره ذلك. وكذلك صاحب الطحانة الدقيق هذا وصاحب الجبس وهو المسمى بالإسمنت، وهذه أصحاب المصانع إذا تحفظوا فما وصل إلى حلوقهم أو إلى معدهم بعد التحفظ إلى حرج فيه. وصانع الجبس وهو الإسمنت أو الدقيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.